السلام عليكم وحياكم الله أينما كنتم. منذ بداية هذه القناة قلنا في اليوم الأول أن هؤلاء الذين يطعنون في المقدسات والثوابت وفي عقائد المسلمين والأحاديث والبخاري ومسلم وهل مجرا، هؤلاء ليسوا أهل مواقف ولا أصحاب علم أو معرفة، ولا لديهم هم من هموم المسلمين، وإنما هم طلاب دنيا يبحثون عن المال بأي وسيلة كانت، وقد وجدوا هذه الوسيلة هي الأسهل والأقرب إلى كسب المال بدون جهد. فقط يكفي أن الإنسان يجلس أمام كاميرا ويحرك لسانه بالباطل، وبعد ذلك سوف يجد أن رصيده قد تضخم. هذا حال جميع هؤلاء الطاعنين في التوابت والمقدسات، نقول جميع لأن هذا النوع من البشر صنفان: صنف لديه أجندة خارجية مرتبط بأجندة خارجية سواء في المغرب أو خارج المغرب، كل هؤلاء مرتبطون بأجندات أجنبية أوروبية أو كنسية مسيحية أو للمنظمات الدولية، وهذا واضح ومعروف وموثق، وقد تحدثنا عن هذا في حلقات سابقة بالأدلة والبراهين. والصنف الثاني صنف حاقد على الإسلام، لا يريد خيرا للمسلمين، وكلما رأى شيئا قابلا للطعن والتسفيه في مجتمعات المسلمين إلا وتصدر منابر المواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب للطعن والسخرية والتشويه. لكن ما يجمع هاتين الطائفتين هو المال. الذين يرتبطون بأجندات خارجية طبعا يفعلون ذلك بدون مقابل، يعني لا يوجد شيء عندهم بدون مقابل. والصنف الثاني يطمع في جمع المال من خلال مواقع التواصل واليوتيوب. إذن ما يجمعهم وهو المال، وهذا واضح لا يمكن أن يطاله أدنى بصيص من الشك. ونحن نرى بأن هؤلاء يتقصدون أي شيء له علاقة بالإسلام لكي يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين. هم يقولون أي شيء، أي شيء وجدوه في طريقهم إلا وهو وسيلة للتوظيف والمتاجرة، لأن هؤلاء تجار دين. هم عندما يطعنون في العلماء والمشايخ وغيرهم يقولون إن هؤلاء يتاجرون في الدين، ولكن ما رأينا في الحقيقة تجار دين أسوأ من هؤلاء، لأن التجارة في حقيقة الأمر إذا كان الأمر يتعلق بالتجارة فالتجارة فيها التجارة الرابحة وفيها التجارة الخاسرة. والله سبحانه وتعالى في القرآن يدعو المؤمنين إلى أن يأتوا إلى تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى، يعني أن يشتروا أنفسهم من الله مقابل الجنة، وهذا معروف عند جميع المسلمين. إذن الأمر أولا وأخيرا يتعلق بالتجارة، ولكن هناك كما قلنا فرق بين نوعين من التجارة. وهناك حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يعني أي جميع الناس، أي شخص في الصباح كيخرج من بيته وكيمشي للعمل ديالو، كيمشي للأسواق، كيمشي يعني في مناشط الدنيا وفسحاتها،
ولكن هناك من يخرج من بيته بنوايا حسنة ويعود في آخر النهار وقد عاد بالأجر والثواب وبالكسب الحلال، وهناك أيضا من يغدو وفي آخر النهار يعود بالإثم والموبقات. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فبائع نفسه. يعني المسألة أولا وأخيرا كما قلنا مسألة تجارة، تجارة رابحة مع الله أو تجارة خاسرة مع الشيطان. هذه هي حقيقة الإسلام والمسلمين، وهذه حقيقة الإيمان، يعني بعيد عن جميع الأفكار السطحية أو يعني دعوات الحداثوية أو التنوير إلى آخره. ما يبقى في النهاية لدى الإنسان هو هذا، الحداثة وغير الحداثة، هذه كلها أفكار، أفكار ونظريات وإيديولوجيات، يعني قد تنفع الإنسان في الدنيا وبالتالي هي نافعة له، ولكن ما وراء هذا، ما وراء أسوار الحداثة وتخوم التنوير، ماذا يوجد؟ توجد حقيقة الإنسان كإنسان. ولذلك نقول بأن هذه التجارة هي تجارة خاسرة. وقد دار الزمان سريعا بل أسرع مما يمكن تصوره، وانفضح هذا الشخص الذي نسميه الرجل المكعب، يعني بسرعة كشف عن نواياه وفضحه الله بلسانه، وهذا ما قلناه عنه سابقا وعن غيره، قلنا إنهم يبحثون فقط عن المال. هاد الناس ما عندهم لا فكر ولا ثقافة ولا قناعات ولا مبادئ. كيفاش يمكن هاد الناس يكون عندهم مبادئ؟ يعني هذه من المضحكات، ما يمكنش هاد الناس يكون عندهم مبادئ إطلاقا، لأنهم في تجارة مع يعني مع الشر ومع العدوان والعنصرية. فهذا الشخص الرجل المكعب بسرعة من اللي حسب داكشي اللي عنده ولقى بأن مشاو ليه 20,000 مشترك، حس بواحد الغبن وحس بأن المداخل ديالو تتراجع، وقال ودي بأن الرزق على الله، اللي بغي يمشي يمشي. طيب هذه 20,000 عنده بجوج المليون، كان داير بحال شي زعيم قبيلة عنده 2 مليون ديال 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 الأتباع، ولكن ما كيعرفش بأن هادشي أولا راه حرام، وبالتالي بالتالي هادشي ثانيا راه واحد النهار سوف ينفضوا من حوله. قناة فيها 2,315,000، يعني سحبت منها 20,000، 20,000، 20,000، الشطة بدومان، 20,000، الشطة بدومان، الشطة بدومان، والله العظيم الشطة بدومان، يلا خرج، الشطة بدومان، والله العظيم الشطة بدومان، يلا خرج، الشطة بدومان، والله العظيم الشطة بدومان، يلا خرج. نحن لدينا تربية ولدينا يعني أخلاق، الشطة بدومان، يلا خرج. ايش هذا؟ هذا يعني الرزق بيد الله. هادو مشاو له فقط 20,000، وبدا كيقول هذا الكلام وكيخرج النوايا ديالو امام الملأ وكيفضح راسو. فكيفاش الا مشات ليه 100,000؟ وكيفاش مشات ليه 1,000,000؟ وكيفاش الا مشاو ليه 2 مليون كاملين؟ الله قادر على كل شيء. دابا الا مشاو ليه 2 مليون كامل شنو؟ غادي حماق ولا غادي يموت؟ هذه الخطورة. وهذا الشيء باش نعرفوا أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللي كيربط نفسه ب100,000 مشترك و200,000 مشترك ومليون وجوج المليون، وكيربط نفسه بواحد الرصيد مالي كيجيه شهريا من اليوتيوب، ويتوغل في الباطل ويتوغل في الإلحاد وفي السب والشتم للعلماء والفضلاء والصلحاء، يعني الشخص من هذا النوع لا بد أن ينتهي نهاية مأساوية للأسف الشديد. هذا واضح أن الناس تجار، دابا هذا واحد منهم يفضحهم ويؤكد ما نقوله، ما نؤمن به
صراحة ما نؤمن به، حنا شي كنأمنوا به ماشي كنقولوا، حنا نؤمن به إيمانا قطعيا أن هاد الناس تجار، حنا كنعرفوهم جيدا، ماشي شي حاجة اللي بعيدة علينا، وحنا ولاد هاد الميدان وكنعرفوه جيدا، كنعرفوه وكنعرفوا الناس اللي كيتحركوا في هاد الشيء، كل واحد واختياراته وتوجهاته. كنشوف دابا السيد كيدير 3 ديال لي فيديو في النهار، وقريبا راه يمكن يوصل 6 ولا 7، وكلها بالباطل. وهذاك الحماق هذاك المعتوه ديال مراكش ذاك المخلخل كيدير 7-8 ديال لي فيديو في النهار وقلت الحياة. يعني هذا صبي جاهل غبي سفيه تافه للغاية، دا يتطاول على رجل من طينة الشيخ مصطفى بن حمزة. يعني هذه السفاهة، هذا هو، هذه في الحقيقة هذه من العلامات الصغرى ديال 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 القيامة. والله العظيم إنما هذه إن شاء الله من العلامات الصغرى. دابا التافهون التراب، هذا التراب يعني يتطاول على العلماء. أنا هادشي ما زعما بحقيقة لم يسمع به من قبل. وحتى داك لوكا ابن لوكا دار شي 5 ولا 6 ديال لي فيديو كي يطعن في الشيخ مصطفى بن حمزة. الشيخ مصطفى بن حمزة واش عنده الوقت باش يهضر مع السفهاء؟ هذا رجل كيهضر مع العلماء. وحنا راه كنقولوا هادشي لأن حنا كنوقروا العلماء مهما كانوا، مهما كانت يعني مواقفهم، ومهما كان الاختلاف، هؤلاء على رؤوسنا، هؤلاء على رؤوسنا نكرمهم ونحبهم ونقدرهم. فهؤلاء في الحقيقة يعني سفهاء، هم سفهاء يجمعون بين الجهل والوقاحة والدعاء والغباء، لأن يعني السقوط في الحضيض مهما بلغ يعني لا يجب أن يصل إلى القاع حتى يجد الإنسان إمكانية لمعاودة النهوض. ولكن هاد الناس كما قلنا يعني ما عندهم غرض لا في دين ولا في مبدأ ولا في عقيدة. هاد الناس خصهم فقط يطعنوا ويسبوا، لأن لقاو أن الدين الآن أصبح تجارة، الدين أصبح تجارة للتكسب والتربح. ولذلك هما كيقلبوا على أي حاجة. وأنا أنا كنظن بأن ماشي كنظن، أنا أؤمن بأنهم هما غيتوقفوا، وبأنهم دائما غادي يلقاو الشيء اللي غيقولوه. يعني أي حاجة خصهم يهضروا عليها. مسلم غادي يصلي سروالو متقوب، واحد كيصلي في الشارع، وحده دايره الفرار بواحد الطريقه، يعني حتى لا سال داكشي ديال البخاري وديال مسلم وداكشي ما عمرو غيسالي. كاين هادشي عاود يعني نامبورت كوا اللي جا الحماق الحماق يقول لك اودي واش الله كاين، واحد يقول لك اودي واش محمد صلى الله عليه وسلم واش كاين، واحد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن دابا هذا اللي كيزيد يفضحهم غير باش الناس تفهم جيدا السلوك ديال هاد الناس والعقلية كيفاش كيفكر. أنا غنقول لكم دابا هاد الناس اللي كيبغيو يردوا علينا أو يهاجموا الناس اللي كيردوا عليهم واللي كيهضروا عموما ماشي اللي كيردوا عليهم، لان دائما كنقول هاد الناس راه ماشي كنردوا عليهم يعني لاشخاصهم لاعيانهم، لا حنا كنقول دائما هذا السوق، حنا كنهضروا مع الناس اللي يتبضعون في هذا السوق. دابا ملي كيبغيو يطعنوا شنو كيقولوا؟ كيقولوا ودي انتوما باغيين تطلعوا القنوات ديالكم، انتوما باغيين تجيبوا المشاهدات على حسابنا، انتوما باغيين ديروا الفلوس في اليوتيوب. وعدد من المرات هذا الرجل المكعب ودوك التافهين الاخرين ودي يعني الا بغيتوا اليوتيوب شوفوا شي حاجه اخرى. معنا حنا كنتكلموا في الدين وكنطعنوا وداك الشيء، ما تردوش علينا، سيروا شوفوا شي تجاره اخرى في اليوتيوب، يعني مثلا تاو تغني وسيروا تشطحوا ديروا اي حاجه في اليوتيوب وغتجيبوا فلوس. هذه عقليه ديال المكلخين،
دابا سبحان الله هاد الناس كيبقاو ودي حنا كنهضروا بالتنوير وكنهضروا بالحداثه والى اخره، وملي كيجيو يطعنوا كيقزموا نفوسهم وكيبانوا يعني في منتهى الغباء، منتهى الدوابيه. يعني حنا كنتاجروا في اليوتيوب وداكشي، سيروا نتوما شوفوا حاجه اخرى. كان الناس كلهم هادو اللي كيهضروا الهدف ديالهم هو المشاهدات، هو الربح، هو المال. الشيء اللي كيكشف النوايا اللي عندهم في نفوسهم هما كيفاش كيشوفوا الامور، كيشوفوها تجاره، ما كيشوفوش لا فكر ولا هموم ولا قضايا ولا مبادئ. هذا الشيء كله خاوي، هذا الشيء كله خاوي. هذا اللي كيفضحهم حقيقة، وكيبين المعادين ديالهم وكيبين الأهداف ديالهم، أن الغرض من وجودهم في اليوتيوب ومن إنشاء هذه القنوات ديالهم وهو التجارة. وإذا اللي كيقول لك ودي ما تنافسنيش، يعني ما تجيش حدايا وتبدا تهضر أنت في سميتو ترد عليا وتهاجمني وكذا، سير شوف شي تجارة أخرى، شوف شي حاجة أخرى، يعني تجارة، شوف شي حاجة أخرى تبيع وتشري فيها. 20,000 20,000 الشطة بدومان، 20,000 الشطة بدومان، الشطة بدومان، والله العظيم الشطة بدومان، يلا خرج الشطة بدومان، والله العظيم الشطة بدومان، يلا خرج. نحن لدينا تربية ولدينا يعني أخلاق، الشطة بدومان، يلا خرج. إيش هذا؟ يعني الرزق بيد الله، يعني راه هذا الحقارة والانحطاط. وهذا اللي كيبين التصور ديالهم الامور كيف يتم، كيفاش كيشوفوا هما العالم، وكيفاش كيشوفوا الدنيا، وكيفاش كيشوفوا الدين. راه الناس راه ماشي كلشي الهدف ديالو هو يدير الاموال من اليوتيوب ولا يرفع المشاهدات لغايه في نفسه، لا. لكن الناس عندهم قناعات فعلا، كاين الناس تخلاو على الاموال كاع من اجل هذا الدين بزاف، وكاين الناس باغيين شويه الخير، باغيين شويه الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لي بلغوا عني ولو ايه، باش كاين الناس فيها بس نربح الاجر، مصلحه النيه ديالي ونربح الاجر. انا سميتو رابح 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 الاجر، علاش غنبقى يعني هكذا صامت على امور انا قادر نساهم فيها؟ كاين الناس عندهم حرقه على هذا الدين، كاين الناس كيتالموا لهذا الشيء اللي كيوقع واللي كيتقال. ماشي راه ماشي كلشي الهدف ديالو هو الربح والمال. وحتى انا قلنا الربح، باش نكونوا صراحة، دابا هذا جهاد الكريمة، جهاد في الثقافة والفكر، والجهاد على المسلمين فيه غنيمة. وانا نقول لكم هذه الى ربحوا منها الناس هذه راه غنيمة، باش الانسان يموت بغيظه. هذه غنيمة يربحوها هؤلاء الناس، يعني وفيها اجر كبير، لان اللي تاجر في الحرام مش اللي كيتاجر في الحلال، هي تجارة مش اللي كيتاجر في الحلال. واللي كيبلغ كلمة عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي اللي بحال اللي كيهاجم، ماشي اللي بحال اللي كيهاجم وكيربح، كياخذ الحرام، كياخذ النار في بطنه. راه كاين فرق، كاين فرق كبير، لان هاد الطريق اللي غادي فيهم هاد الناس هادو راها طريق يعني محفوفه بالمخاطر. ولذلك حنا يعني نقولها ولا يعني نتردد فيها، ان هاد الناس راهم تجار فقط، وهم يفضحون انفسهم يوما بعد يوم، وسوف ينفضحون اكثر فيما بعد. وانا في حقيقه يعني بكل صراحه تفاجات، ولو انني هذا الشيء كنعرفه جيدا، الا انني تفاجات اللي سمعت انا يرسل لي واحد الصديق هذاك المقطع اللي كيقول فيه الرجل المكعب مشات 20,000 الموش طبع الرزق بيد الله. شنو دخل الرزق في الموضوع؟ شنو دخل الرزق في الموضوع؟ معناها اذا انت يعني انت تاجر،
انت تجي ما عندك لا قناعات لا حتى شي حاجه. واش شي راه زعما وضح من خلال هادشي اللي شفناه ومن خلال سمعتو صافي راه وضح. يعني انت انسان جاهل، انسان جاهل تتاجر في هذا الدين. وللاسف الشديد ان الانسان اللي كيوصل لهذا السن في حقيقة ماشي خصو يكون يعني من رؤساء الضلال، بالعكس خصو يكون هو نموذج ويقدم دروس للآخرين، والمسيرة ديال حياته تنفعو في أنه يوصل شوية الخير للناس. واش في هذا السن دابا الإنسان عادي يبدا يرجع للور؟ هذه راه من المصائب العظمى، والله يعني من المصائب العظمى. إنسان في السبعين أو لفات السبعين وعاد ارتد وأخلد إلى الأرض، يعني وصار في 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 واحد الانحطاط اللي وضيع. هادشي راه حقيقة يدمي القلب، يدمي القلب. يعني هادشي كل إنسان شباب في العشرينات حتى الثلاثينات نقولوا يعني راه إنسان عنده حماس، عنده انحراف في الفكر، عنده كذا. ولكن إنسان من الطينة وفي السبعين من العمر ومازال كيقول أمور اللي هي غريبة، وماشي شي حاجة زعما الحقيقة هادشي ماشي شي أمور اللي كتطلب أن الإنسان يكون عالم. هادشي ما كتطلب في العلم، لأن الطعون اللي حنا كنسمعوها طعون في البديهيات في الأمور اللي المسلمون أجمعوا عليها. يعني من الإنسان وطعن في السنة مثلا ويسخر من الإسراء والمعراج أو من الصلاة أو يعني هذه الأشياء كيعرفوا أي واحد كيعرفها، يعني اللي قاري واللي ما قاريش كيعرفها، التاجر والمعلم والأستاذ وأي واحد، الطفل الصغير المراهق الصبي، هذا الشيء زعما معروف لأن الإنسان راه كي يعني موجود في مجتمع مسلم وكيعرف هذا الشيء في وقت مبكر. لا دابا هذه ماشي يعني طعون في امور اللي كبيره ديال العلماء، رؤيه الله مثلا في اليوم الاخير او الاسماء والصفات او امور اللي نقولوا ديال العلماء. هذه مسائل بسيطه كل واحد كيعرفها. فملي انسان كيولي يطعن في هذا الشيء هذا اللي المفروض انه يعرفوه هو عنده 13 14 سنه، كتولي المسائل ما مرتبطاش بالفكر. هذه يعني استراتيجيه مقصوده، هذه خطه مقصوده. يعني باش نبين لكم ايضا بعد النقطه هذه بان هذه المسائل هذه راه ما فيهاش لا تنوير ولا حداثة ولا فكر. انا قلت لكم يعني لو كانت الامور كبيره مستوى عالي مستوى عالي نقولوا هذه قضايا خلافية عن المسلمين، والمسلمين العلماء اختلفوا أشياء كثيرة، لكن ماشي في الأساس، ماشي في الأسس ديال الإيمان. هاد الناس كيطعنوا في الأسس ديال الإيمان. باش نعرفوا أن التوجه توجه خبيث وتوجه وراءه تجارة هدفها الدنيا. وإلى لقاء قريب إن شاء الله.